المرأة أساس المجتمع، والحمد لله البحرين معروفة بدعم شتى المجالات لصحة المرأة، بالأخص ما ننسى دور المجلس الأعلى للمرأة بقيادة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة الملك المفدى المعظم. نتمنى التوفيق ونشكر الشركة المقيمة والراعية لهذا المؤتمر، ونتمنى لكل الحضور الاستفادة من جميع الورش والندوات. محاور هذا المؤتمر ليست فقط مخصصة لأمراض النساء والولادة، مع أن المحاور الرئيسية هي في صميم تخصص أمراض النساء والولادة، مثل أمراض العقم وتأخر الإنجاب، صحة المرأة الحامل والحمل العالي الخطورة، وكذلك اعتلالات قاع الحوض وسرطانات النسائية. فهذه كانت المحاور الرئيسية، ولكن هناك محاور فرعية تهم المرأة بشكل عام وهي خارج تخصص أمراض النساء والولادة، مثل تخصص السمنة وكذلك جراحات السمنة والجراحات العامة والطبيعية الطب النفسي. في مشاركة من البحرين ومن السعودية ومن USA الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الأوراق كلها العلمية جدا حديثة ومتطورة، وتضيف نوعية وخبرات جيدة حق تطبيق ممارسة تطبيب أمراض النساء والولادة، وكذلك العناية قابلات بالأمهات والحوامل. مشاركتنا معهم السنة كانت من خلال 4 أوراق عن الرضاعة الطبيعية وعن تطور الرعاية في أثناء المخاض والولادة وعن شنو المبتكرات الجديدة في الرعاية بصحة الأم الحامل. ما يخص التطورات بالنسبة للرعاية للأم الحامل، طبعاً الرعاية الحديثة والبحوث تثبت أن الرعاية للأم الحامل لازم تكون مشتركة بين الطبيب والمجتمع والقابلة. إحنا تقريباً 24 طبيب تقريباً مشاركين في المؤتمر، 6 منهم كانوا من خارج البحرين والبقية بحرينيين. عندنا كان 7 محاور نتكلم عنها في صحة المرأة، نتكلم عن الأورام السرطانية، المستجدات في الأورام السرطانية، عن الإخصاب والعقم، عن صحة الطفل والأم موجود عندنا، وأخيرا حتى احنا ما نسينا فناقشنا ورم بطانة الرحم لأنه تطور أكثر كيفية علاجه ويكون شلون احنا نعالجه. تجربتنا كانت جدا رائعة، نجاح كبير الحمد لله بمشاركات لمتحدثين عالميين، ورشات وأوراق العمل اللي طرحت في المؤتمر كانت جدا فعالة ومؤثرة. احنا ايضا فخورين كوننا احد اقطاب السياحة العلاجية والفعاليات الطبية في البحرين، وفي وضع البحرين على خارطة الفعاليات العالمية.